الهند خلال الفترة الماضية ليس لاستيراد أدوية أو للاطلاع على الخبرات الهندية في مجال الطب والصحة العامة، ولكن لاستيراد أطباء تخدير وممرضات من البلد الآسيوي الذي شهد قفزات كبيرة في هذا المجال. وتقول وزارة الصحة إن النقص الحاد في ملاكاتها كان السبب وراء توجهها لاستيراد الأطباء. اتفقنا مع شركة معينة لاستقطاب 1000 ممرضة وكذلك 150 طبيب اختصاص تخدير. هذا العقد كان عقد أولي ابتدائي وهو غير ملزم للجهتين حقيقة، خلينا لأن احنا بالنسبة لنا كوزارة الصحة لحد الآن ما خصصت أموال إلنا، رئاسة الوزراء وافقت على هذا العقد، وخلال الأيام القادمة راح نسوي دعوة للمعنيين في الشركة من أجل توقيع عقد نهائي داخل وزارة الصحة العراقية. وزارة الصحة أكدت أن عزوف الكثير من النساء العراقيات عن الدخول في مجال التمريض هو أحد الأسباب الذي كان وراء استدعاء الممرضات الأجانب، في وقت ترى لجنة الصحة النيابية إن هذا العقد قابل للإلغاء في حال توفر الملاكات العراقية المطلوبة. احنا عندنا شحة كبيرة بالكوادر التمريضية النسوية تحديدا وكذلك الكوادر التمريضية الاختصاصية، إذا نجحت هذه التجربة راح نقدر ممكن احنا كل الاختصاصات الشحيحة ممكن نوفرها عن هذه الطريقة. ممكن إلغاء هذه العقود نتيجة توفر كفاءات وملاكات عراقية وطنية كفوءة للعمل في هذا المجال. وبالنسبة للأطباء العراقيين الذين سيعملون مع الفرق الأجنبية فإنه لا مشاكل لديهم في العمل مع الهنود، لكنهم طالبوا بتطوير الفرق الطبية المحلية. العراق بحاجة إلى أطباء تخدير جدد، ونفس الوقت تطوير أطباء التخدير اللي حاليا دي يتخرجون داخل العراق. المردود المالي لطبيب التخدير أعتقد يعني بحاجة للتطور. وبالنسبة للمرشحين للتخدير الهندي من المواطنين فإن الآراء كانت منقسمة بعض الشيء. ما يحتاج يعني الأطباء العراق إنه يجيبون دكاترة من أجانب، إن إحنا عندنا دكاترة ما شاء الله يعني كلهم خارج بلد، هم دي يخدمون أجانب مو هم أجانب يخدمون. أكو نقص في الكوادر ونحتاج إلى كادر تعليمي أو كادر جيد لغرض هاي الناس المواطنين الفقراء. وبينما تبدو الأوساط الصحية مرحبة باستخدام الأطباء الأجانب إلى البلاد، فإن كثيرين يتحدثون سرا عن احتمال بروز مشاكل الاختلاف في الأجور بين الأطباء العراقيين الذين يريدون مساواتهم بالأجانب وبين وزارة الصحة التي تقول إن الأطباء الأجانب هم أيضا يقومون بمهمة تدريب أقرانهم من العراقيين. سنان عدنان، السومرية.